اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، خبر صار لكل ساكنه مدينه مكناس. امن مكناس يوقف شخصين خطيرين متورطين في الكريساج تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف. و عفوا مشاهدينا، وجاء في الخبر الذي حسب البلاغ اللي قدمته المصالح الأمنية هنا بولاية أمن مكناس، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس يوم أمس الثلاثاء فاتح فبراير الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و46 سنة من ذوي السوابق القضائية والمبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب قضايا سرقة تحت التهديد باستعمال العنف. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات حول تعرض ضحايا من النساء لاعتراض سبيلهن بغرض السرقة، وهو ما استدعى القيام بعمليات أمنية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما متلبسين بمحاولة سرقة هاتف محمول تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وقد أسفرت عملية التفتيش مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في المنجزة من بمنزل يستغله المشتبه فيهما عن حجز ملابس كانوا يرتدونها أثناء تنفيذ عملية السرقة، كما هو موثق في إحدى التسجيلات المصورة، فضلا عن حجز صور لوثائق تعريفية في اسم الغير ونظارات شمسية وكذا هاتفين محمولين ومجموعة من المعدات الإلكترونية التي يشبه في كونهما من محصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. وكما يتابع الرأي العام المحلي هنا بالعاصمة الإسماعيلية منذ أيام القليلة الماضية، هناك بعض الشائعات وبعض الكلام الذي وكذلك وهذه غير للتوضيح فقط ومن خلال متابعتنا للشأن العام أو الشأن المحلي هنا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، فعدد من الشكايات التي كانت واردة على المصالح الأمنية هنا بمكناس واللي كانت يعني بنفس الأشخاص وبنفس المواصفات، وهذا ما استدعى تدخل أمني حازم للمصالح الشرطة القضائية هنا بولاية أمن مكناس. وسأعيد قراءة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في تلاوة هذا البلاغ الصادر هنا عن مصالح أمن مكناس. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس يوم أمس الثلاثاء، وهذه القراءة غتكون بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا في الأثناء هذه. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس يوم أمس الثلاثاء فاتح فبراير الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و46 سنة من ذوي السوابق القضائية والمبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب قضايا السرقة تحت التهديد باستعمال العنف. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات حول تعرض الضحايا من النساء لاعتراض سبيلهن بغرض السرقة، وهو ما استدعى القيام بعمليات أمنية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما متلبسين بمحاولة سرقة هاتف محمول تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيهما عن حجز ملابس كانوا يرتدونها أثناء تنفيذ عملية السرقة، كما هو موثق في إحدى التسجيلات المصورة، فضلا عن حجز صور لوثائق تعريفية في اسم الغير ونظارات شمسية وكذا هاتفين محمولين ومجموعة من المعدات الإلكترونية التي يشبه في كونهما من محصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير حراسة النظرية، إشارة البحث الذي يجري
تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما. ومشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وكانت هذه يعني معظم العمليات أو عمليات الجريساج اللي كانوا يقوموا بها هاد المجرمين، خصوصا على مستوى أحياء وجعروس والزرهونية وسيدي بابا وحي السلام والوفاق، وكانوا الناس تشكاوا بعدد من العدد يعني في هاد الأحياء هذه كانوا تشكاوا بزاف، كان عدد بزاف ديال الشكايات وخصوصا النساء. وللإشارة فقط مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، فولاية أمن مكناس مؤخرا تم تزويدها كذلك وتطعيمها بفرقة مكافحة العصابات. ولما ملي كنقولوا فرقة مكافحة العصابات، هذه الفرقة اللي يعني كانت يعني كقيمة مضافة للعناصر الأمنية هنا بولاية أمن مكناس إلى جانب الضابطة القضائية والفرقة الولائية للضابطة القضائية، كانت هذه الفرقة ديال مكافحة العصابات هي كما كنقولوا قيمة مضافة لا من عدد العناصر يعني اللي كيتم تزويد الولاية بهم. يعني كاين واحد العدد يعني العنصر البشري، لانه كنعرفوا انه المشكل الحقيقي هو العنصر البشري. الحمد لله الفرقه الان مزوده باخر التكنولوجيا، كذلك مزوده بمعدات لوجستيكيه لتسهيل العمل ديالها، كذلك موارد بشريه من محترفه وذات كفاءه ولديها تدريب خاص في هذا المجال هذا اللي هو مكافحه العصابات. وهذا الشيء كامل مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي الا الهدف منه والغرض منه هو استثبات الامن والاستقرار بتراب هذه العماله وبتراب المملكه الشريفه. ودائما نحيي رجال الامن الوطني على العمل الكبير اللي كيقوموا به والمجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها من اجل حمايه واستثبات الامن والاستقرار بكل ربوع المملكه، وخصوصا هنا على مستوى ولايه امن مكناس. نشد على ايدي كل رجال الامن الوطني ونساء الامن الوطني، وخصوصا في هذه الواقعه واللي انا اقولها اليوم، هذا صيد ثمين. وبرافو رجال الحموشي على العمل ديالكم اللي قمتوا به هنا على مستوى ولايه امن مكناس من اجل استثبات الامن، وخصوصا هاد الشخصين اللي كانوا مروعين عدد من الساكنه، وخصوصا الناس اللي كتخرج في الساعات الاولى من الصباح، اللي خدامين في الكابلاج، اللي خدامين في الفلاحه، اللي خدامين في عدد من القطاعات اللي كتحرك هنا، وخصوصا النساء. هاد المجرمين وهاد الوحوش كانوا كيستغلوا كيعتارضوا السبيل ديال النساء بالضبط. شكرا رجال الحموشي على العمل اللي قمتوا به من اجل استثبات الامن والاستقرار بهاد المدينه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كان هذا هو الخبر اللي وصلنا لكم الان من خلال هذا البث المباشر. تم القاء القبض على شخصين خطيرين، وهذا كنعتبروه صيد ثمين لرجال الحموشي، برافو عليكم. بعد الشخصين خطيرين ومتورطين في الكريساج مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وكنعرفوا هذه الظاهرة ما تسببه من القلق ومن خوف ورعب، لا بالنسبة للناس اللي كيخرجوا في الصباح الباكر، ولا الناس اللي كتخرج يعني تقلب على رزق وليداتها حتى كتلقى راسها أنها كتولي ضحية لبعض الجنات وبعض الوحوش اللي كتستغل هاد الناس هادو. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، تحية لرجال الأمن الوطني على العمل الكبير اللي كيقوموا به من أجل حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم كذلك، وحماية هذا الوطن واستثبات الأمن والاستقرار بكل ربوع المملكة. إلى اللقاء مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، دامت لكم الأفراح والمسرات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. كان معكم مراسل قناة شوف تيفي منير معطاوي من مكناس، إلى اللقاء.